شو رأيك تسحب لك شوية مصاري بحسابك اللي بسويسرا؟ ولا لا بيع مزرعة دروشة ورشرش علينا شوي. عم تتمسها؟ عم بتهكم. اي انت بوري ما معك تمشي وعم تحكي بالمصاري. فراسة عم تفتح السيرة مرة تانية. ابو زهير مثل ابي. روح انت غيب هالشهرين زمان ورجع لنا بالسلامة وبعدين لكل حديث الحديث. وانا صرت خايف اتسرح من الجيش شو يشتغل؟ المحامين بالقصر العدلي فوق بعضهم. ابو زهير انسى مسؤوليتي. ايه مسعود شو صار مع ليلى؟ ما بعرف شو قصتها. رح تجنني. ما بعرف شو بدها. عم اقول لحالي بركي بتطول بالها علي شوي. اكيد ظروفنا رح تتحسن ما رح تضل هيك. شباب طلقها. خير؟ في شيء؟ بتعرف شيء؟ في ناس شايفينها طالعة فايتة مع واحد من تجار الحريقة اسمه مراد. كيف يعني طالعة فايتة؟ انت بتعرفه؟ في راس متأكد؟ سؤال هنا مرت أيهام بتقلك. أنا ما بعرف. آسف بعرف إني جيت على مكان شغلك بس بدي أسألك سؤال كتير ضروري. هلا مشيتي الطاولة سبعة؟ انطرني تحت جاي لعندك. ماشي. مسكي هذا الطلب. أنا ما رح أخليك توصلني لجنب بيت أهلي. الناس إلى عيونهم ممكن تفهم الموضوع غلط. وبالأخير أنا بحب جوزي كتير. ولا يهمك. على كل حال احنا عم نحكي بشغل. تمام. خدي هاي الموبايل خليه معك لانه رح يلزمنا بشغلنا. ماشي بخبرك بكره. بكفي بكفي لهون. الله معك حبيبي. باي باي يا عمر. لا واضح انك بتحبي جوزك. ما بعرف. انت مو جوزة بحق لك تفوت تشوفها. حفوت. مالي خبر عندك كل هالأواعي؟ أنت بتعرف إنه ثلاث أرباع أواعي من البالة والربع الثاني بالديون والتقسيط وهيك شغلات.
وين جبتي كل هالوقاحة وليه؟ أنت من لك كل هالثقة؟ غصب عنك، أنا جوزك وبيحق لي حاسبك وبصر معي، عم تفهمي؟ لحتى تفهم أنت بالأول شو الفرق بين الرجال وبين الزوج. وأنا من أنو صنف ليلى خالي برأيك؟ للرجال ولا الزوج؟ احكي معك وليه من انو صنف انا الرجال ولا الزوج؟ وطالما احنا من صنف رجال ليش عم تفلتي طالعه فايته على كيفك على روس الاشهاد ما كانه في رجال يضبك؟ انت فهمان الموضوع غلط. لا ماني فهمانه غلط، احكي لي احكي مين هذا اللي عم تروحي تيجي معه؟ مين هالصرماي الواطيه؟ مسعود الله يوفقك، اهدى وخذنا نتفاهمي مين بدك تقول ولك احكي مين هاد؟ قسما بالله قلت لك بشرب من دمك هلا، قلت لك عندي بكشر كاسه المي، عم تفهمي؟ ماما احكي لك ماما رح اخلي الماما تيجي تحكي معك. هاي مرتك حرام، شو سويت لها؟ مو انت قلتي لي هاي مرتك وفوت لعندها؟ ليكني فتت لعندها لمرتي وعم حاسبها. ايه بس يلي بده يحاسب بده يدفع. والله اللي بده يدفع ما بيتجوز وبيعمل عيله وبيوظ اولاد بالحلال، اللي بده يدفع بنطوه من برا لبرا يا بنت الاكابر. وانتي فوتي الابره تستري حتى على بدك شي شغله وتعي معي. يلا يلا وموبايل كمان شي حلو هذا مشان الالو. يلا بعيوني التنتين كنت شايف هاللحظة اللي جاية، كنت شايف مصيرنا ومصير زواجنا الفاشل. مبسوطة باللي عملتي فيني ما هيك؟ هي دمرتي كل أحلامنا، كل لحظات الحب كل الذكريات دمرتي لي. انتي السبب، انتي السبب. عمل فقر شو بيساوي بالبني آدم؟ بيخرب كل شيء. حاسس روحي نشفاني من جوا، ماني طايقك، ماني طايقك. رجعني على البيت، رجعني على البيت بلا ما نتقاتل ونفضح قدام الناس بالشوارع. رجعنا لمحل ما طلعتنا أخي. مو مظبوط مثل هيك لما تفقد شخص عزيز على قلبك وما بتصدق انك فقدته لحتى تدفنه بايديك. وانا هيك ما رح صدق اني فقدته لحتى ادفنه بايدي التنتين. عود ابكي هون لك ابو سعود، عود. هدول فقرا ومعترين درويش مثلي ومثلك، احسن ما اطلع لحالك وتبكي بالشوارع. اعطينا ويسكي دبل نخيل عيناك. خلصنا امي، خلصنا، خلص مشكلتي وانا بحلها، لا تتدخلوا فيها بقى. عليك 4 سنين وما كنت تحليها. عندي ولد بدي اطمن عليه. حبيبتي تجي لعنا على البيت يا ميت اهلا وسهلا، بس ابنك ما في له فوته، في له اهله يربوه. شو بدك بابني؟ لك مين بده ياخذك في ولد على حضنك؟ اه لسه بدي اتجوز؟ خير؟ بدي اطلع، خلص الموضوع خلص. أرجوكي ما في داعي للشوشرة، أنا اسمي مو للتداول وأنت بتعرفي حساسية الموضوع. مرات أنا بدي أسألك سؤال من زمان بس يمكن هلأ أجا وقته.
انت بتحبني ولا بس رح نشتغل مع بعض بورشة التريكو؟ ارجوكي خلينا عم نحكي بالشغل. ماشي، تصبح على خير. دائما بكير على الشغلات المهمة. الظاهر اني انولدت غبية، رح اضل غبية. تذكر أول ما حبيت ليلى جينا قطعنا لك الطريق مشان تشوفها؟ تذكر؟ الفرق بيني وبين الناس إنه الناس بتحب تتذكر الشغلات الحلوة بحياتها، أنا بدي أنسى. حابب أرجع هيك ولد صغير عم يتعلم الحكي من أول وجديد. ليلى بعد 7 سنين هيك يخلص كل شيء، واطلع انا طرطور مو رجال، تطلع مرتي عم تخوني وكل الناس عارفاني الا انا، مو هي النماذج اللي كنا نبزق عليها ونحن شباب صغار. ليش صورت؟ بدي احكي معك كلمتين على الانترنت. شرف عمي شرف. عمي انت فهمت شو القصة؟ هلا لحالك بتفهم شو القصة. طيب في شيء صاير شيء؟ هلا بتعرف شو فيي وشو صاير. طيب عمي انت قل لي شو صاير؟ هلا رح اقول لك. شو في؟ شو في؟ شرفة؟ هذا أنت؟ خير سهري؟ ما بدنا نخلص من هالقصة بقى؟ رح نخلص ونهائي إن شاء الله. بدك تطلقي؟ انت طالق. عليكي وعلي رباكي. خلص دورة. إذا بدك تروح معي جهز حالك خلينا نروح مع بعض. طلقتها ومشي الحال. خلص. ما بدي عيد وافتق بالقصة ولا بدي شوشر بالحكي ولا بدي رأي حدا. إيه مو على كيفك. لازم نعرف السبب. مين أنتو يعني؟ أنا وأمك وعقيل والناس. أنا بشوف بلا ما تفهموا السبب بيكون أحسن. وأنت بزمانك قلت لي الخبر السيء إذا مالك متأكد منه لا تقوله، بقى بلا ما أقوله. هلأ المرة قفلت تاني شي؟ شفت عليها شي؟
الله يرضى عليك لازم تحكي لي القصة. كبراني براس عيل وما بدي اياك تحمل خطيته للزلمة. ما عادت تفرق عمي ان كانت فلتانة ولا ما عطيق تطلع بوشها. اخذنا قرارنا نحن اثنين وما بدنا نعيش مع بعض. خصمنا يا اهل القصة الله يخليك. بعرفك عنيد وما بدك تحكي، بس انا رح اعرف طريقتي الخاصة. ماشي، بس تخلص موعدك مر لعندي على البيت. دايما عمي بترجاك بترجاك عمي تعطيني دليل واحد بس. ما فيني اقول لك شيء، عندي ألف سبب لحتى اطلق لك وما فيني اقول لك على ولا سبب منهم. شوف انت رجال طول عمرك عايش بعيد داير ظهرك للبيت وماشي، ولا مره خطر لك تسال عننا سؤال واحد بس. كل المرات اللي شفتك فيهم كانوا بالصدف. كنت بطمن انه بنتي عايشه مع رجال، ما كان بدي انزعلكم حياتكم بسيرتي. شيء له علاقة بالشرف؟ مين وكيلك؟ رح نمر بكرة أنا وعمي أبو زهير لعندكم على البيت، ننهي المشكلة من أساسها ونقلع الضرس. يا ريت تكون موجود، ما بدي اضطر ارتكب جريمة. وانت عارفان عن مين عم بحكي، عم بحكي عن حماتي. أهلا وسهلا فيكم بكرة. ولك مسعود أنت ما بتتذكرني إلا بالأشياء لمعتي. شو بدي أتذكرك لك؟ شو شايفني فاتح كازينو ونسيانك مسارات الأنت؟ ها؟ هيك تحارب؟ تعال معي عاوزتك. شو؟ ما حدا بياخدك مشوار إلا مسعود؟ أخ أنت لو تعرفي لوين أخدني. لوين يعني؟ أكيد على القهوة. رايحين نطلق ليلى. إيه قال أنا اللي جوزته إياها وأنا اللي طلقوا منها. بابا امسك هدول. شو هدول؟ منين جبتيهم؟ خلص أنت شو بدك؟ أنا عمي جميل. طب ضبيهم بيلزمونا بعدين. ليلى مرة آدمية، ولا تسمع كلام الناس، لا تستعجل برضاي علي. خلاص مشي الحال أبو زهير، مشي الحال، رايحين خلاص. بس أرجع بنحكي. شرف عمي أبو زهير. يلا تفضل بالإذن. مع السلامة باي. دير بالك على بابا. انتي ما بتعرفي لمسعود؟ هذا ممكن يشنطتني بالمحاكم وراه 50 سنة ويبهدلكن ويبهدلني، ولا يمكن يعطيني اللي بدي اياه. ومدام وفرهوي كل القد، ليش اندبوري لهلا؟ ماما بتبوس ايديكي، انتي بالذات اطلعي من القصة لا تتدخلي. اهلين بابا. ارضى علي بابا. الله يخلينا اياك ولا يحرمنا فوتك على البيت حبيبي. شرفي اطلبي. شو بدي اطلب؟ والله ما بعرف، قولي وبتسمعي. عمو ما في داعي للشوشرة. صغري إذا مفكر إن البلد ما فيها قوانين بتكون غلطان، وإذا مفكرنا من عيلة قليلة كمان بتكون غلطان. أنا كان شرطي لحتى أجي لهون إنه تمك ما ينفتح بولا نص حرف. واطمني بعرف إنك مانك من عائلة قليلة. شريف أبو زهير أنا ما عندي وقت ضيعه مع هيك. عمي عقيل أنا أجيت لهون بحضورك لحتى هاي البومة ما تفتح تمها، وعدم المؤاخذة
أنا ما بنام بالكراجات ومرتي. حسبي الله ونعم الوكيل. سعود، ما بدي اياك تحكي ولا كلمة. أمرك أبو زهير تأمر. أمور عقي الستر يا أبو زهير، ما بدنا إلا الستر. أنتوا فصلوا نحن من البيس، الحق علينا شو ما عملتوا فينا قليل. هذا حكي العقلي. كل شيء إلا اللي عم يخطر ببالك. أنا مالي فلتاني، أنا كل شيء عم بعمله إني عم دور على شغل، شغل مرتب حتى نقب أنا وياك على وش الدنيا. واضح ست ليلى، قبي لحالك، أنا مالي بحاجة حدا يقب فيني. عن إذنك عم أبو زهير. أنت شو صار لك فجأة؟ هيك فجأة انقلبت لوحش. سيدي انقلب لوحش أحسن ما انقلب لجحش. ليش احساسي انه الكل بده يحولني لرجال تافه خروق؟ حتى انت بتعرف اني عم تشرق وتغرب وضليتك ساكت، شو بدك تسمع مني؟ بدك تسمع مني حقيقه انت بتعرفها؟ كلام الناس ثلاث ارباعه كذب وربعه ممكن يكون كذب. لك شو قصتكم؟ ليش كل العالم بدها تظلمني؟ وانت ليش حابب تلعب دور الضحيه اللي كل الناس بدها تظلمها؟ شوف ابو زهير، رح أقول لك استنتاجي بالحياة من تجربتك ومن تجربة أبي الله يرحمه، من تجربتي هلأ. ما بينفع بالحياة الحلول الوسط، يا قاتل يا مقتول. هذا هو بداية طريق الظلام. المبررات اللي بيحطوها كل اللي بدون يعملوا جرائم لحتى يناموا على المخدة وهن مرتاحين البال مرتاحين الضمير. الطريق اللي حاولت كل عمري خليك أنت وإخواتك تتفاداه. اسمع مسعود، بتقدر تكون شريف وتعيش شريف وتموت شريف. ليش حطيت عليها كل هالشروط؟ ليش؟ التسريح بإحسان. ما بينفع مع التسريح بإحسان. في عندك دليل؟ في جريمة بالعالم بيتحاكم عليها إنسان بدون دليل؟ دليل؟ خلاص اسكت، مشان ابنك مشان أبوه على الأقل. ولا ما حدا عنده كرامة بالنسبة لك؟ مجرد ما حدا خدشك خدش صغير ما بيأذي عصفور بتنقلب لوحش؟ لحالنا بالغرفة هلا. يا بيتك وبيت الحالي. هي أنا قدامك. فيك تحكم علي بالموت إذا بدك، وفيك تقتلني. أنا مشتاقة تضربني، مشتاقة
مشيتك تكسر لي راسي، مشيتك تقتلني مثل ما بيقتلوا أي مرفل تاني بالعالم. أنا ما بدي دافع عن حالي، أنا بدي دافع عنك. استنيتك بس بدي أقول لك شغلة، أنا ما غلطت بحق مسعود ولا بحق ابني. ما غلطت بس أنا مشتي أموت، مشتي أموت، بكفيني اللي عشته. لا تظلمني الله يخليك، هالمرة لو بتحب ابنها كانت بتدافع عنه للنهاية. ببساطة بدها تتجوز واحد غني، مخلوقة بتحب الذهب والكنادر أكثر ما بتحب الحب كتير. خلصتوا حكي؟ يلا تفضلي. صحتين سبقتكم. شلت عمي، ما في داعي تسمع لكلام العالم. ما بعرف ليش دقك الحماس من يوم يومها هنا بتكرهها لليلة. بابا ممكن تتركيني لحالنا الله يرضى عليكي؟ لا بابا ما رح اترككم لحالكم، يعني ما بعرف ليش انا كل ما بحكي كلمة بتحسسوني انه كلامي كله غلط. احيانا اطيب طبخة بالعالم بننزعها برشة ملح زيادة. تصبحوا على خير. انتي من هنا. أبو زهير، بدي أطلب منك طلب. هالفترة شو ما عملت لا تحاسبني الله يخليك، لأنه واصلة معي لهون. صار لي 38 سنة اللي هن عمري براعي الدنيا كلها وما حدا براعيني. براعي بيتي ومرتي وحماتي الفاجرة، براعي عمي المسكين والحكومة والقوانين والأنظمة، ما حدا بيراعيني. بكفي حاجة ما حاجة. إحساسي من 4 سنين بيقول لي إنه ليلى خاينة، مو ضروري نمسكها بالفرشة مع رجال تاني لحتى نقول إنها خاينة. مشاعرها خاينة، روحها من جوا خاينة، وهذا بالنسبة لي أنا حكم مبرم. سبحان الله، انتوا هون عم تطلقوا وانا هون اتجوزت لمنى. وقعي هون لو سمحتي. تفضلي. تمام. هلا انور بكمل المخالعه. لو سمحت سجلها. اذا بدك تشوفي لهاني خبريها لامي لحتى ما اكون بالبيت وقت تجي. والافضل اذا حبيتي تشوفي تروحي على بيت ابو زهير، نحن بنودي لك اياه لهنيك. ممكن اشرب قهوة انا وياك؟ في كلمتين حابة اقول لك اياهم، بالاخير في بيناتنا ولد. شرفي. انت بتظن اني انا خنتك؟ الشغلات الحساسة لا تحكي فيها الله يرضى عليكي، احكي بالشغلات اللي بتهمني، بتيابك، بكنادرك، بالذهبات اللي بعت لك اياها، والسجادة اللي هدتك اياها امي، أي الشغلات اللي بتفهمي فيها. وأنا متأكد إنك خنتيني. غلطان غلطان غلطان.
يا ستي إذا بكون غلطان لحتى طخي بوسة لأجرك قدام العالم كله. هاتي موبايلك لشوف. تفضل فتش فيه مثل ما بدك، وعندي لكل سؤال جواب. إيه انت مفكر إذا طلعت مع رجال تاني معناته خنتك؟ لا والله، انت كمان نسيت كل شيء وعدتني فيه قبل ما نتجوز. تركت جامعتي، توظفت، تشرشحت، تمرمطت بس لحتى نعيش سوا. تركت رجال الدنيا اللي طلبوني وكانوا يتمنوا مني المرحبا وبس، كل هذا لحتى عيش انا وياك تحت سقف واحد، وبالاخير شو؟ عيشتني تحت خط الفقر. لك مليت، مليت، تعبت، تيأست. لك حقي اعيش مثل بقية الخلق والعالم بقى. ليكك هي تحررتي، روحي عيشي مثل ما بدك، ما حدا كامشيك. بس إلي طلب أخير عندك، احترمي الأيام اللي عشناها مع بعضنا البعض، وحاجة نخبص بقى في بناتنا ولد. غراضك لا تاخدي يون، لأنه عليهم ريحتنا. ما بيهون علي ريحتنا تروح لعند رجال تاني، مثل ما اللي شايفك بعد كم يوم رح تكوني مع غيري. خاطرك. لك طالما علاقتك فيه لمرات شغل وبس، لكن ليش ما حكيتي له لمسعود؟ ليش ما استشرتيه؟ اكيد ما رح يوقف طريقك اذا بدك تعملي مشروع شغل. لك انا بدي شغله تقطق فيها بعد الوظيفه ويكون شغلي من راسي، ما بدي مسعود ينطر لي بكره ويفتح لي تحقيق وسين وجيم ومين مراد وشو حكيت وين رحت وحل عني. شو مو مصدقتيني؟ ما بعرف، يمكن في مفردات جديدة بحياتنا بدنا فترة لحتى نتعود عليها. موظفة وما بكفيكي راتبك فهمنا، بس انك تشتغلي بورشة تريكو بعد الدوام هاي اللي ما فهمتها. ليش عم تنقعيه؟ هيك بتصير طعمتهم اطيب، جربيها شي لهو. بالله شي جوزي. اي مرحبا. اهلين. كمان الغدا متاخر؟ شو بعمل يعني؟ بجيب المحشي معي على الوظيفه وبعمله هنيك؟ بس يجهز الغدا فيقيني. شو بيصير لهم الرجال وقت يتجوزوا؟ فجأة بيحسوا حالهم أسياد ونحن عبيد. وين رايحة؟ رايحة ركب نعلة لفندرتي. يلا بخاطرك. شو قصته هالنعل؟ كل ما بتركبه بينكسر. امتى رح تخلص مشاكلك؟ خلصت. أنا مرة حرة وعم بسمعك. وين بدك نروح؟ أي مكان عام. وليش مكان عام؟ ما بكفينا التشرد بالسيارة؟ خلينا بمكان عام أحسن ما تسمع حكي ما بيعجبك. لا يا ستي، أنا بحب أسمع الكلام اللي ما بيعجبني هون على الطريق. تفضلي هاتي لشوف. وأنا مالي أي مرة ممكن تأخذها من الطريق. أنا ما تركت الزلمة اللي عشت معه 7 سنين وتجوزته غصبا عن الكبير والصغير، لحتى بالآخير روح مع واحد على المكتب واستناه يهديني جزمة على يد. مرة غريبة فعلا. قصدك صعبة.
وصلني على البيت إذا سمحت. لا خلص مثل ما بدك، بنروح نقعد محل عام وبنحكي. لا 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 لا، غيرت رأيي بصراحة. انتزع مزاجي بعد ما ورجيتني الورشة اللي كنت مصور لي إياها على أساس إنها ماما، وهي معلومة بحب تعرفها عني، أنا مرة مزاجية. ما بدكم تردوا؟ ان شاء الله بيردوا عليكم بلاطه. ايه شوفي شبكي بلش العين تاني غط، بلش الصياعه. بتطلقي اليوم وبتحكي معه 10 مرات؟ ايه ما عم بفهم عليكي. بس افهم على حالي ببقى بفهمك منيح. لسه عندنا خيار؟ بلا. جيبي لي امي. حرام وحدة مثلك مثل القمر تقضي وقتها بين هالمواصفات المعقدات. والله معك حق، بس أنا حمارة. شو بدي ساوي؟ ومطلقة كمان. ايه؟ شو عرفك إني مطلقة؟ شوفي حبيبتي، بهالوزارة ما في خبر بيتخبى 5 دقايق، كل المديرية بتعرف. مني هلا؟ ديري بالك على حالك، اللي كان مانعك تعيش وتنبسطي باي باي راح. ايه والله راح. طيب نصحينا لشوف شو لازم ساوي. يعني شي صاحب من اللي عليه القيمة شغلته يدفع لك مصاري وشغلتك تتسددي له صعبة. تضربي انك شو حمارة. ثلاثين ليرة مشان الفطور فطاير. تكلم على السريع. أعطيني هاي أحلى 30. شرفي ولا شو قلبي والشاي؟ أول مرة بحس إني عرفانة من هالجو كله. وأنا منه؟ أنت أولهم. الله يسامحك، والله أنا برد الروح. نعمل علاقة مثل أي علاقة. بستأجر لك بيت بالضاحية، منطقة شرحة وحلوة كتير وقريبة على وظيفتك. كيف حسبتها هي قريبة على وظيفتي؟ مو أحسن لك من إدسيا؟ هذا كل شيء عندك؟ الله يخليك يا ليل، طولي بالك علي. والله مشاكلي لفوق راسي. شيء ابني الكبير ما عم ينجح بالبكالوريا، وخطيب بنتي يوم بيرضى يوم ببطل، وشغل ما في. عندي 4 بنايات بيتسيا، ما حدا عم يسألني قديش حق المتر،
وحاطط اللي فوقي واللي تحتي فيهم. الله يخليك يا ليلى، طولي بالك علي وما بيصير الا اللي بدك اياه. حتى لو كانت طلباتي كبيره؟ حتى لو كانت طلباتي كبيره تكرم عيونك. شو يعني؟ نروح على بيروت بالويك اند ولك تكرم عيوني؟ خلص كل شهر منروح على بيروت وتكرم عيوني، وفاتوره موبايلك اللي جبت لك اياها كمان على عيني. بس تتجوزني؟ لا لا لا، انتقلي العيال. والله شوف يعني اذا فيكي تقنعيني تكرم عيني، بس لازم تقنعيني. أنا بابا. تفضل. لساتك سهرانة؟ أخيرا أجيت. اللي بيسمعك يا بابا بيقول في حدا بهالبيت ناطرني. 10 سنين وما حدا ناطرني. شو اللي تغير؟ أنا رجعت. أنت محتاجتيني؟ أنا طول عمري محتاجتك بابا. حاسة حالي ضايعة ما عم بعرف شو بدي أعمل. لأول مرة بحس حالي بلا طعمة، ما لي أي قيمة، مثل كيس زبالة الكل بدهم يزتوه بالحاوية لحتى يخلصوا من ريحته. بالأول ما سمعتي وبالآخر ما رح تسمعي. 10 سنين، 10 سنين وأنا نايم بالكراش. حلي أعرف إنكم من عالم تاني. ما بعرفه، ما بحبه. الدنيا يا بنتي ما هي مصاري بس. لكن شو الدنيا؟ رحمة، تعاطف، مشاركة. طمني يا بنتي، لو أمك شافت حدا يتطلع بوشها كانت من زمان طلقتني. عرفتي ليش إني ما بحب عالمكم؟ نام بالكراج بين ريحة جرابات المعاوين والشوفيرية. ليش ما حدا تعاطف معك يوم اللي صارت مشكلتك؟ كتير ناس تعاطفت معي وبالآخر تكون مظلوم أحسن ما تكون ظالم. وهذا الفرق اللي بيني وبينكم. عرفتي ليش ما قدرت أقتلك؟ خفت تكون ظالم لأغلى شخص بقلبي بحياتي. صباح الخير.
بابا؟ خير بابا؟ بدي احكي معك كلمتين. يلا جاي. متضايقة كثير بابا، مشتاقة لابني هاني وماني عارفانة شو بدي ساوي. تروحي لعندهم على البيت، بدق الباب تقولي لهم بدي اشوفك. بالله؟ وبركي حماتي قالت لي خدي ابنك معك، شو بساوي؟ والله هي سمعة. لك معقول انت في ام بترفض تشوف ابنها؟ بعدين انا مراقبك من وقت اللي اتطلقتي ولا كانه عندك ولد. شو مطلوب مني ساوي يعني؟ بتجيبيه لعندك. لعندي؟ وامي؟ بابا انا جاي بدي مساعدتك، في مجال توصل معي مشوار نشوفه ونطمن عليه وبعدين بترجع بتكفي شغلك؟ لا ما في مجال اروح معك. روحي انت لحالك لحتى تتعلمي شلون تدافعي عن ابنك. روحي لشوف الله معك. يلا تفضلي. ولا بدك عزيمة؟ أي حدا بده عزيمة على بيت غريب. أيوة. لا في تطور باين. هاني وينه؟ نايم. فيقي؟ ولا قلك فيقي أبو؟ شوفي عيني، صار لك 3 أشهر ونص ما شفتي ابنك ولا دقيتي ولا سألتي عنه. مدامك بهالقسوة هي، بأي حق أنتي بتحملي حالك وبتدقي علينا وبتزعجينا من عند على بكرة الصبح ومثل ما عم بتقولي نحن ناس غربة؟ ليك يا عيني، إذا بدك تشوفي ابنك أنا برأيي تتصلي وتاخدي موعد وساعة تشرفي وتشوفي، هيك الناس الغربة بيعملوا. شو لزوم هالمحاضرة هي أم سول؟ لك آخ يا ليلى آخ، اشتهيت تعملي لك أي شغلة حلوة حتى أفديكي بروحي. لك يا بنتي، في أم بالدنيا تترك ابنها الصغير؟ مامتي شلون يعني بلاها القهوة؟ طولي بالك، خلص انت ليش هيك منهوجة؟ بس يجوا اهلي بروح لعند بيت حماكي وبجيب لك ابنك، تخليه عندك 2 3 أيام. عمي انت شو جذبة؟ كيف بتتخلي عنه بهالبساطة؟ شو بهالبساطة؟ مين قال لك اني تخليت عن ابني ببساطة؟ يا ابني يا حياتي، وما حدا بيتجوز وحدة مع ولد. يا عدم المؤاخذة، لا تؤاخذيني، ما كنت بعرف انك بدك تتجوزي مرة ثانية. اشربي. الله بيعطي الحلاوة اللي بالاسنان. بدك انا بحكي مع مسعود، شو بدك تقولي له؟ بقول له انكم تاخذوا فرصه تانية بلكي بتنحل الامور. ما بعرف. الو. شو يا حلو تقلانه ما بدك تردي علينا يعني؟ اسفه كان في عنا ضيوف. شو بصوتك؟ ما قلت لك ما تزعلي على شيء؟ أنا ما بيناسبني الزعل. ليش حتى الزعل ممنوع؟ أنا معي حتى الزعل ممنوع. أنا ما بدي استأجر وكلف نفسي وبعدين إجي على البيت لاقي حبيبتي زعلانة. ما بيهون علي. نحن رجال بنحب المرأة تدللنا ونكون ما لها شغل غيرنا. بشوف بشوف. بشوف. أنا هلا لازم نام. اوكي حلوة تجنن. نكتة حلوة كتير. يلا تصبح على خير. باي. اخذت بنتها وراحت.
قد ايه معك مصاري كمان؟ هات لشو؟ ورجيني هي خمس ورقات. وين خمسة؟ خمسة وخمسة قديش؟ 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 بدك كمان؟ طيب تفضل. ها وهي كيس ثاني. تشرف يا حبيبي. ربي يخلي لك يا عم احلى ابنك. لو بينهدك انهديتك يا لا بقلش شوحة مرجوحة، معها موبايل وولد بجنن بيطير لعل الله يحميه. وشو بدك فيها؟ ما بدي شيء، عم بحكي بس. إذا عندها صديق بجيب لها موبايل بستين ألف ليرة، معناتها مو بحاجة شغل، تروح تقعد وتحط محل وحدة بحاجته أكثر. إن شاء الله بيقبشني هالوش. بوس بوس بوسني بوس. الليلة ما فيني، ابني نايم عندي. طيب طيب اسمع، انا بشوف شو بيصير معي من هون للساعه 7 وبحكي. اوكي باي. شو مقلعه لحتى تتركيني امبارح وتمشي؟ شو بك؟ كنتي عم تحكي مع مراد؟ ما اي مراد ومسعود ما بيزبطوا سوا، بدك تحسمي أمرك. حاضر بأمرك، تكلمي أمي. أنا أهلا البوسة. أهلين بابا. لك أهلين. أهلين يا حلو. مرحبا. أهلين مسعود، شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ مين أنت؟ ما قال قدامك أهلين بابا. أنا ابن خالته اللزام. شادية. شادية نجم. شرفنا. تعا بابا تعا. وينك يا حلو؟ وين أغراضك يا عمري؟ ليك هو بعد اسمي بس. صدقونك أنا سويت بعمل زينة العقد، ما قصرت. ما تستاهل. نصيبنا يا محسن، شو بدنا نسوي؟ يلا بالاذن. ثاني مرة إذا بتجيبني لهون رجلك لأكسر. يا لطيف. ليش حاطه موبايلك على الصامت؟ اذا بدك تشربي قهوه جيبي فنجان. وليش جبتي كاسه ما جبتي فنجان؟ مالي خلق جديد فرنجين. لك بدك تشربي بالكاسه مشان تصحي راسك من سهره امبارح. أي ميساء، وينك؟ بالمطعم عم ناكل أنا ولولو بيتزا. إيه بدي شوفك. والله يا حبيبتي أمك فهمتني إنك أنت صايرة كلاس كتير مهمة. كانت فخورة كتير فيكي إنك أنت راجعة وش الصبح. لك معقولة بتعملي هيك؟ تطلعي معهاني مشان؟ هلا هذا اللي صار، شو بدك بكثرة اللعي؟ المهم بدي شوفك. أنا رايحة أحط لولو عند ستة وبرجع لهون لنفس المكان ملتقى. خلص خلص الساعة 5 بشوفك هنا. اوكي انتظارك. باي. طيبة مامي؟ صحة وهنا.
نضها. لكن انت من الصبح امي. اذا جبت هاني يعيش معي هون بتساعديني فيه؟ حبيبتي انا ما دخلني، خلي ابوي يعرف ان الله حق. حسيت حالي مرة سوء. أنا ما بعتقد إنك اتطلقتي لتصيري مرة ساقطة. أكيد لا. استطلعت أبي فيه اليوم مش الصبح ذبحتني. حسيت إن الموت أرحم لي. هذا لسه ما حكينا بابني وبمسعود وبرفقاتك وب... ابنه بكفي وأبي بكفي. حتى مسعود؟ حتى مسعود. شعورك لما بتكوني ساكنة بغرفة مليانة روايح عفن؟ تحسي إنه كل شيء برا أحسن، بس بمجرد ما فتحتي الباب بتهب بوشك عاصفة، بتدوخك، بتسطلك. هي العاصفة أنا بقى مستعدة أتحملها، بس ما أحس بالندم إني تركت مسعود وحياته. اللي عم تقولي غريب كتير، أنا فعلا ما عم بقدر أفهمك. أنا ببساطة يا ستي لازم أكون مرة ساقطة حتى ما أترك لمسعود مجال يفكر يرجع لي ولا للحظة واحدة. كل شيء لازم ينتهي حتى أرجع أعيش حياتي مثل ما أنا بفهمها. رحلة بلشتها ولازم خلصها. لا تخافي علي ميساء، أكيد أحلامي أكبر من إني أكون مرة ساقطة. كمان هاي البلاطة بكرة بغير لك اياها، ما تاكليها حبيبتي ما تاكليها. ضويلي ضويلي شوي. هي غرفة القعدة وفيها تخت احتياط وجوا غرفة النوم. شايفه هالنافوره ما احلاها؟ وهي الاضاءه خافته هيك حلوه. شايف لو فوتني على القصر؟ كنت بدي اعمل نفسي اللي رح اعمله. ما في داعي تموني حالك على حياتي من اول وجديد، شو مطوله بالزياره؟ بالنسبه لي القصه خلصت نهائي، هي من الاخر. متاكد؟ مثل ما اللي شايفك. شو بدك فيني؟ انا زلمه فقير معتر درويش،
لا بقدر افتح لك طاولة بمطعم اكسجين، ولا بقدر اجيب لك سيارة بي ام، ولا بقدر اشتري لك كنادر. شو رأيك تعتبرني رفيقة من رفقاتك البنات وتعزمني على فنجان قهوة؟ ساعتها بتسمع اخباري مني انا ومن جواسيسك. صباح على خير ماما. الولد ما عم يتعرف على امه. احسن بلاله هالمعرفه، انا ما بدي اياه يتعرف على امه. لك يا ابني الله يرضى، يعني مهما غلطت ليلى ما في حدا بيفهم عليك انت. ما بدي حدا يفهمني، ولا بدي افهم حدا، ولا بدي اتعرف على حدا. الله يخليكي امي. ها شو عندك الليلة؟ انتي شو عندك الليلة؟ حفلة صغيرة عازمة مجموعة من أصحابي على العشاء، رجال أعمال كتير رفع. واو، ورجيتن صورك وحكيت لهم عنك طار عقلهم. شو حكيتي لهم عني؟ قلت لهم مرة مزوقة جسم بيطير العقل. قديش رح يدفعوا؟ وانتي قديش عملتك؟ كس فضحتينا. فضحتك؟ ليش انتي فارقة معك الفضيحة؟ شوفي ملي، صار لي زمان عم بتحملي الباب، شايفة هاد الباب؟ إذا بتقربي على المكتب مرة تانية رجليك التنتين بكسرها. لعمة شو زبالة؟ لك يقبرني ربك، هاي ليلى اللي بعرفها. على راسي أم حسان. ليش هيك محتت عليها؟ ما في شيء، عم تخبرها بس عن سعر البطاطا. ليش غلية البطاطا؟ في مجال تروحي على شغلك؟ لا تدماني ستي. لمين بعده بحمص؟ حكم صابر. حكم صابر. صادق صابر. صابر صابر. شو هاتفه؟ 09 استاذ حوالي 09 44. ايوه 288. امتى بدك؟ 688. مين مع الظرف يا شباب؟ شرف عم. شو هاتوا أقسام زخرف؟ 120 820 أيوة 515. كان لازم أقول لك كل شيء عم يصير معي بالأساس. شو الفائدة لك بنتي لما تخبريني؟ يعني أنا ما لي رأي لحتى تسألين؟ يمكن الحق عليك. إيه؟ أنت استغنيت عن كل حقوقك، وأنا مثلي مثل أي حدا بالعالم، بدي أبي أمور وينهي. لك ما أنا طلقت أمك كرمالك؟ مشان الله حاجة تمننوني وتهدوني. أمي بتقلي ما طلقت من أبوكي مشانك، وأنت بتقلي ما طلقت أمك مشانك، بس أنتو اثنين بالآخر تركتوني قربة مثلي مثل أي يتيمة بالعالم. أنا بحاجتك تكون بحياتي أكثر من أي وقت مضى.
لما كنت صغيرة كنت أغلط، بس الغلطة تكلفني كفين وأتربى. أما هلأ الغلطة ممكن تكلفني كل حياتي. أو اللي بقي من حياتي. مسعود فوت، القهوة جاهزة، فوت. دايمة باخده الساعة 9، ديري بالك عليه. أنا مهلا. شو هي أمك الثانية؟ أنا أمك حبيبي، أنا أمك، تقبري حبيبي. أصحك ستك تقوم دحشة براسك إنه هي أمك. أنا أمك هاني. آخ يا ليلى، بحياتي ما حسيت إنه أنا جعبالي أكتب مثل الأيام. اكتبي يا جد، مين مانعك؟ قدرتي على الكتابة. لك يا الله، يا ريتني ضليت أكتب على الأقل مذكراتي مثل أيام زمان. مليت. ايه قومي امشي، لا تاكلي همي، أنا مستمخة بفنجان الشاي. ايه ما حذرتي، أنا مالي قدرانة أتركتي حالي. بالله، طب ليش قلبي عم يقلي إنك رايحة تعملي شي شغلة مجنونة؟ وستي خليني مشان الله. إلي بدري قديش متجوزة ما عملت شي غير عادي. من ربي هالعمل؟ ردي ردي ردي. تفضلي. ألو. وينك يا خانم تاركة بنتك؟ والله قاعدة أنا وليلى بالقهوة عم تفرج على المطر. الله يثبت علينا العقل والدين. يا بنت الحلال، عندي موعد بعد ساعة ضروري جدا، إذا ما أجيتي بدي حط البنت عند أم حسن. شو؟ والله إذا قدراني تسكري بوش جوزك معناته بتقدري تعملي كل شيء. لك افردي يا بقى، تضربي انتي وثقافتك بقى. وينك ستار؟ قد انت شبش. حبيبنا بدك تطول بالك علينا شوي، مثل ما لك شايف غرقت السيارة بالمطار وتشتشت، معاملتك راحت فيها، بقى بس يومين لحتى نطالع لك بدل طائح. نعم هذا اللي صار والله. طيب والحال؟ مثل ما عم نقول لها، استنى علينا يومين منطالع لك بدل طائح، ولا بدنا لا أصفر ولا أخضر. منيحة؟ طيب منيح، اتكل على الله روح. السلام عليكم. شو جابك لهون؟ اشتقت لك ومالي متحركة من هون غير لحتى نروح نتغدى سوا، حتى لو قوصنا. استنيني براس الحارة. تأمر. شو شرف الأستاذ؟ لا لسه ما شرف. مسعود شو صاير؟ أنا بلشت أقلق، صاير معكم شي؟ لا كل خير، طمني ما في شي، بس يجي حاكيني ضروري. مع السلامة. ك
كل شيء تغير بهالست شهور. شو اللي تغير بقى؟ الدنيا كانت عم ترميني يمين وشمال وعم تلعب فيني. أنا هلا عم بلعب بالكل. يا بربح وبكسب وبطلع لفوق فوق، يا بخسر كل شيء. وساعتها رح انتحر لأنه ما حدا رح يرحمني. لاحظ إنه أنا دائما اللي راحمتك؟ أنت راحمتيني؟ وعند أول فرصة صحت لك رميتيني مثل الكلب. شايف حالك؟ أنت هيك عادتك، كل ما بتكون غلطان بيرتفع صوتك. ومع هيك عندي رغبة حقيقية ما أخسرك طول عمري. ما بتتمني تخسريني؟ شوفي ليلى، الناس وقت بتقسم على الحياة المشتركة بتتقاسم نفس المصير، بتعيش مع بعضها وبتموت مع بعضها، مثل ما بيقولوا على الحلوة وعلى المرة. انت بدك لعلى الحلوة، لعلى المرة ما بدك اياها. انت طول عمرك بدك ياني الزلمة اللي بتحلمي اني صيره، وكل حياتك معي هي برسم الانتظار، عم تنتظري بس ما عايشة معي حياة حقيقية. مثل ما قلت لك بدك اياها على الحلوة بس. بس للأسف تركتي بالوقت الغلط. بالأحرى أنا تركتك بالوقت الغلط، بالوقت اللي ما رح يناسبك، لأني هلأ بلشت ألعب على حياتي. هلأ رح أكسب كل شيء، ويا أما فعلا بكسب كل شيء وبعيش وبطير، يا أما بموت. كتير علي تقول لي اشتقت لك. ومين قال لك اني اشتقت لك؟ كل شيء فيه، لبسك، برفانك، عيونك، جيتك بهالوقت. يلا يلا امشي امشي، تعال بابا تعال. يلا لك امك. كل بطاطا بابا، كل بطاطا، لا تصفن بالرايح والجاي. ما قدي ايه علينا، ما جاوبني على سؤالي. اشتقت لك؟ يعني مو على طريقة اشتقت لك اشتقت لك، على طريقة تانية. يعني على طريقة في بيناتنا ولد ما؟ لو انت صادقة على طريقة اثنين كان في بيناتهم ذكريات حلوة وأيام ظريفة وعشرة وخبز وملح وحب بيوم من الأيام، وإذا ما نفعوا مع بعضهم كاثنين بيحبوا بعض بينفعوا مع بعضهم كأصدقاء. هيك جاي مزاجك اليوم؟ حكي عن الصداقة والعشرة وما بعرف شو، شو عم يخطر لك؟ أنا بس بسأل حالي ليش ما غصبت حالي أفهمك أكثر. منيح، يمكن ما كان كل شيء صار. أنا بختلف معك كثير، كل شيء صار إجا باللحظة المناسبة. يعني أنا وياك تركنا بعض باللحظة المناسبة كثير، باللحظة اللي كانت مناسبة إلك كثير. قلنا نحن باللحظة المناسبة. لا يا ستي إلك، لأنك حسيتي إنه صار عمرك 30 سنة، ويمكن إذا استنيتي لك 5 سنين تانيات ما عاد حدا يتطلع فيكي، قلتي لحالك يلا نلقط لنا واحد هيك على الطاير بنكمل عمرنا معه. وحدة منك لو صارت بالستين لتلاقي رجال واقفين بالطابور كل واحد ناطر دوره ومستعد يقضي بقية عمره معي. يا ستي اللي أحلى منك واللي أهم منك ليكن ملحوشين ببيوتهم ما حدا عم يتطلع فيهم. نظرة واحد مثلك، أنت هيك طول عمرك بتشوف الدنيا هيك. قلت لي برجك شو كان؟ جدي. صحيح شادية شو أخبارها؟ عم تشوفيها؟
كيف خطرت لك هي هلا؟ شو وين السهرة اليوم؟ ما بعرف، الله أعلم. شو في لي طالعة حلوة؟ تجنني. شادية هون؟ ايه تفضل. ايه بعدي. ليكي وليك. اهلين ليلى. اسمعيني منيح، اذا بدك تصاحبي جوزي صحتين وهنا على قلبك، بس ابني ممنوع تلمسي او تقربي منه او بمسح فيك الاراضي، فهماني؟ طب عدي شوي خلينا نتفاهم، انت فهمانه الموضوع غلط. هن الكلمتين ورد غطاهم. بما انك قريبة على بيت حماية فما بحب ابني ينعدى منك بالجرب. ابني اذا بتلمسيه لامسح فيك الاراضي، هذا اذا ضليتك عايشه. تفيح على هالمنظر. اسعي اهلين. ام حاتم شادية خليكي بالبيت اليوم، ما في شغل. شو؟ طيب ماشي. الحمام شو هالنهار هاد؟ ما في شغل كمان؟ دخلك قريتي لي برج اليوم؟ عصير تندلع وحرائق تودي بكي الى الهاويه. لك يبعث لك حمى اللي تسرقي. ها هاتي الشنطه وليه؟ مين هي الشرشوحه اللي ما بتعرف الفرق بين المخلل والعطر؟ حبيبتي الرجال بيحبوا هيك نوعيه من النسوان. لك بكندره واحده بتخليهم يستنوا 10 ايام. الا اذا انت متضايقه انه غريمتك واحده شرشوحه وبتشتري غلاضه من البسطات. ما بعرف ليش متضايقه، يمكن لانه مسعود صار عم يبعد عني كل يوم اكثر من الثاني. برايك كان عندي فرصه اني خليه ما يبعد عني؟ ما بعرف، الظاهر كان عم يستناكي لحتى تقولي له عن انفصال. بلكي بيخلص من الصخره اللي قاعده على صدره. لك ولا مره حاول يسالك او يرضيكي. الحل انك تعيشي وتنسيه، واذا رجع لعندك مسحي فيه الارض. لك طلعي من قلبك بقى. الظاهر انا كمان بدي اطلع حدا من حياتي وعلى طول ان شاء الله. إذا بدك بقوم دق لها. لا لا ما في داعي. إيه مثل ما بدك. مساء الخير. مساء النور. ما رضي مسعود دق لي. صار لك زمان هون؟ شي نص ساعة. بعرف موعد رجعتك من الميسان. في حجز باسمي لشخصين عندكم هون بالاوتيل، ممكن تاكدي لي بس اذا بتريدي؟ هوية اذا بتريد. هاي جواز السفر. متزوجين حضرتكم؟ ايه متزوجين. عقد الزواج لو سمحت. يا على عيني. علي هون اذا بتريد رقم موبايلك.
تفضلي. شكرا كثير. سلمه. هاي لي. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. ممكن تفهمني شو عم يصير؟ ممكن هلا تخرسي وتسدي نيعك شوي وتستمتعي بهالفخامة والمناظر وهالزفة وشهر العسل الجديد. شو قلت؟ تخرسي.